الشرف الاولاني مؤسس بيت جسار الثانوي. النهارده نازلين هو مطلب رئيسي اقاله وزير التربيه والتعليم وتحويل التحقيق ومحاكمته، لان الحاجات اللي عملها كلها حق مريم وحق كذا طالبه بنفس النظام، حقهم دول راح فين؟ احنا اتقابلنا معاه، عرضنا عليه مطالبنا وعرضنا عليه مشاكل الناس دي، وهو امر بعد التصحيح وقال اسبوع هنرد عليك، مفيش حاجه تمت من جوه. رحنا الوزاره مفيش حد رد علينا، حتى ما رضوش يدخلونا. نازلين النهارده معترضين على القرارات الجديده اللي هي اعاده الخطب ب 1000 جنيه، قرار 10 درجات حضور وسلوك. طب انت تجبر الطالب حضور وسلوك ليه؟ طيب هو فين التعليم عشان تجبره حضور؟ عاد 1000 جنيه، هي مكانت 25 جنيه، طب ما في طلاب بتشتغل وبتصرف على اهلها، ما كنتش هتعرف توفق بين ده وده. انت كده خليتها وزاره استثمار مش وزاره التربيه والتعليم. كلمه اخيره احب اقولها لوزير التربيه والتعليم، احب اقول له انت مش قد المسؤوليه ومكانك مش فاهم.